كيف ننزهم كيف؟ بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. جهتي شوارام ديار بو كإخراج يا بلين تخريج بو لسر أوجهي ضعيفة باشا لسر أوجهي ضعيفة بو بعد أموري بعيدة وأوجهي ضعيفة جاء نومي سلمتاري هنا وتواهد نسأل مثالي الدهم كفرمي قول بعضهم في الرحيم من البسملة الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقف كي لسري وتدي إنه وصل بنية الوقف وصل بنية وقفة مثلا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مل الحمد لله رب العالمين هذا هو كسريه كذا بميمك وتميمك مكسورة وليت أقرع ووقفنا كيب ولي أربا وهر وقفة برام وقفك ووصلة يعني تو بسم الله الرحمن الرحيم وصل كيب الحمد بنيتي وقف فالتقى ساكنان لوادو ساكن جنبك الميم ولام الحمد الميم ولام الحمد ميمك ولام حمدك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وقف كرد ميمك ساكنة لولا شو الحمد لامك ساكنة شو همزك لا درجة عروة دي إساء أقل وصلي كي فكسرت الميم ميمك مكسور كريال لالتقائهما لبريدو ساكنة كجيشتون بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وممن جوز ذلك ابن عطية ويكيق لوانيك إيجازي أو يداو يعني وصل بنيتي وقف ابن عطية ونزير هذا نزير أما يعني بيشمي أما أو شوي أما قول جماعة منهم المبرد قولي كومل خلقك كيكيق لوان مبردة قال إن حركة الراء أكبر من قول المؤذن لا قول بامي جاء الله أكبر أخر الله أكبر كتويك الريك ساكنك وليالي الله أكبر الله أكبر أو فتحة وتأتي حركة فتحة مثلاً أو يجي الله الله أكبر الله أو إليك يعني أو بيوايا مثلاً يا الله أكبر أو ساكن النبي أمر عجيب الله أكبر دوم يجي وقف كي بني وصل كي بنيتي وقف حركي الله دوم يعني الله أكبر دوم حركة كي أخي بسرك يتريك خوي حركة خوي لا أصل الله ما بوا حركة عربك إنما هو عوايج جو أو حركة همزة يا دي بريكة همزة كلاشة أبيت الله أكبر الله أكبر وإنه وصل بنية الوقف ثم اختلفوا باشا بخلافه اللي بيابوا فقيل أموتا وهي حركة الساكنين أو حركة اللي بر التقاء الساكنين بيابوا باشا أي بو مكسور يا النكر أقل وايا الله أكبر الله أكبر أوامر وإنما لم يكسروا حفظا لتفخيم اللام بو مكسور كل بروي تفخيم لامك بارزن كما في ألف لام ميم الله مثلا ألف لام ميم قال وصله ألف لام ميم الله دسبيك ولي أقل ما يكون بي ألف لام ميم ملا مثلا ميمك ساكن نيتر تو اگر مثلا بكسره بحركه بيت ميم الله تفخيم كي فوتي بران بو وين فوتي مفتوح يك الف لام ميم الله وقيل نخير هي حركه الهمزه باشا نقيل ابقسي شكر ياوتي ان با او مثلا او الف لام ميم الله هو حركه همزه الله يداوم انا بميمك نقلبها وكل هذا بران هم امقسانا خروج عن الظاهر لغير داعٍ تيبربون الدرشون اللي اشتي ظاهر لبر أو ببيع وهج داعي أقبل يعني هشتي أقبل أو حلمان بن يبو أو كارم والصواب أن كسرة الميم إعرابية
سابقا كسري ميمكا إعرابية عربي لا اللاميمية مثلا أجب مكسور به ألف لام ميم الله مثلا نعم بخشى هي بسم الله يكا نعم بسم الله آخر الرحيم خذ صفة الله مكسورة يعني مجرورة ديوة فسح ركيم ميمكا إعرابية ك أي جانب الحمدك وايا أها وأن حركة الراء حركة الراء لا الله أكبر ضمة إعرابية الله أكبر الله أكبر آه وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج خو همزة وصلك وتدرج إذا درجها ثبوت كينية فتنقل حركتها تحرك كي نقل كري إلا في ندورين ما قال للندور لشتي نادر كما لشعر اشتواء الحادي عشر يازده من نمونة وإخراج لسر أمور بعيدة وجوه زعيفة قول الجماعة في قول تعالى قول جماعة لا أنفر مدى إخوة يقول لك تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبسوا في العذاب المهين سورة سباء باسي حجرة سليمان جنوك كان سردمي أو أكاري جنوك كان لوتي أقيشتن أقر غيب يعني بزانيايا باشا ندمان ولو سزادا سزاك سرشور يعني أكاسوكا يتيان بيأكا نبو لخزم لجير خزمتها بونيتر لجير خزمتها بونو مثلا كارو إيشي قران يعني بيأكرا حالبين أقر غيب يعني بزانيات وشي أو ندبو نعم ساو جنة جمعة اسم جمعة اسم جمعة بالي مفردة إيشي اسم جمعة مفردينية نهار كلين جنوكا هناك إيشي أبي مفرد أجر أو جنسان مفرد يعني بود لا نزل قري ذبي بتيه به جنة ده هسن جنة من الجنة والناس أو بتلي و بألكوم أو يشرب جنسة أما ممكنة براي أجر براي فردا رأيت جنة يعني جنوا كياكم بيني إن في وتيانا جاء قولك أنا إن فيه حسف مضافين يعني لم قول إخوائي تعالى حسب دوم زافكراه والمعنى علمت ضعفاء الجني أن لو كان الرؤساء هم يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أهم مزافي كان للاي جن زعيف كان جن باشا يعني لاواز كان يعني جرد سكان يعني لاواز زعفاء من بندست تشيني لاوازي جن تي جيشتن لو اگر گور كانيان حتى اس في زيانه كدوان يم غيب زانين اگر گور كانيان غيبيان بزانيايا ندكوتنا او عذاب الي مهينه حالبي اول يوم زافي حسب هو لولا شو الرؤسايش كاذافا بولاي اولا لو كانوا يعني لجي واوكا يعني لو كان الرؤساء هم او كان مضاف إليه دانين خواه ونائب مضاف إليه أشي أمره الله مين دانين كبير بمضاف إليه يعني هم داني حالبي لو كان الرؤساء هم وتاني داني شونا روالة آياتك أوي أوان شون أليم مثلا جنوكا بيان زانياي غيب نازانن بيان زانياي غيب نازانن داخل هو لخو لروالتها شون بيان زانياي غيب نازانن دي خو أوان معلومة كغيبنا أو كابلا عيسى من غيبنا زام خو أزان غيبنا زان الجنوة كش أجر قلال بي غيبنا زاني خو أزاني يتبو علي أجر بيان زانيا يا غيبنا زان يا جنوة كزانيا كغيبنا زان ونيا باشا يعني تيجيش لو أجر غيبيان بزانيا أوان توجنا أبون يعني تا استا مثلا غيبيان نزاني وهروان زاني وأي زان بلام أما بو أويكا أو دو مزافة بو صحتي معناك يا مثلا أري بلي أكريا دستيك يعني لاوازو بن دزبن باشا أو أنا دستيك يعني قولب أماني لاوازا كان أماني الأخوار وان بيانوا بوكا أو أني قولا كان يعني غيبة زانا حالبي جاء أمجارة دواي أو جريانا جنوك بن دستكان لواتي أغنك قولا كان يعني غيبنا زانا أجر غيبيان بزانيا توشي أم عذاب مهينة نابون حالبي بويا كان اللي واضعفا يعني تبينت
ضعفاء الجن، يعني علمت ضعفاء الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، أن لو كان رؤساؤهم يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وهذا معنى حسن، يعني أما معناه كجوان إلا أن فيه دعوى حذف مضافين لم يظهر الدليل عليهما إلى أون أو عيب كتياتي أو ادعاء أو أكل دوم زاف حذف بوا كدليل يقل سلوان ظاهر نية بش دليله. والأولى أن تبينا بمعنى وضحا باشا رون بوا وجن أو در كود جن باشا أن لو كانوا يعلمون الغيب هناك بدل به، وأن وصيلتها بدل اشتمال من الجن، بدل اشتمال جن در كود شوي در كود أواي در كود جنوك كأجر غيب ينزاني با باشا بو إيما در كونك بو أوان حالبي جنوك الرون بووا چي جنوك الرون بووا ولا غيب نزاني أوان رون بووا، يعني أجر أوان رون بووا كأجر غيب ينزاني آيا بو خوانا بو إيما مثلا بل أي وضح للناس أن الجن لو كانوا تأخر أما فزوا توابوش كواتم نايم مزافي بو حزفكي كواتا لنزل قرتني مزافي محزوف إخراج لسر وجوه ضعيف أمور بعيدة. الثاني عشر دوازدهم قول بعضهم في عين فيها تسمى سلسبيلا، بعض يعني كانية كلوي سلسبيلي في أوتري وتوان إن الوقف على تسمى، يعني لست تسمى وقف كي يترسل سبيلك نكيب مفعول وتسماك عينا فيها تسمى، يعني تسمى يعني دي أي بلمك تسمى يعني شيء هنا أي يعني شيء هنا أي عينا أي عينا مسماة معروفة باشا، يعني كان يكي بلي بناو أري داريناوي ناسراو تسمى داريناو ناسراو منظور بمسمى يعني ناسراو أي سلسبيل كشيء. وإن سلسبيلان جملة أمرية، جملة كفعل أمر بس سل فعل أمر سبيلا مفعولة كيدي حالبي سبيلا يعني الرياقة، أي اسأل طريقا موصلة إليها باشا، يعني برسيار الرياقة يقبكا كرياقة كجيا نربي بأو كانية. ودون هذا في البعد قول آخر باشا، يعني أم قول قولك دولة برا نزيك ترلا ما لدورية، يعني كم ترلا ما لدورية، يعني بقى نزي أما دورنيا قوليك يترك الله إنه علم مركب كتأبت شرا، تدي أوصل سبيلنا علمك مركبة وكتأبت شرا، ويعني هر لا أصلا سلسبيلنا يعني سلك فعل أمر سبيل المفعول كياتي بلا وقت أبت شرا بو بعلم وكانيك وقت شو تأبت شرا بو بعلم وكبر علم مركبة مركبي إسنادية. والأزهر أنه اسم مفرد، أما أزهرك أو يبا وسلسبيل اسمك مفردة مبالغة من السلسال في السلسال مبالغة لسلسال سلسال بمن الروان أويا، كما أن السلسال شيء مبالغة في السلسي هلوك شو سلسال أو مبالغة سلسة سلس يعني الروان أمانة عربي. ثم يحتمل أنه نكرة باشا هلا قريها النكيرة جبي علم نبي مثلا وكانيك، ويحتمل أنه علم منقول وصرف لأنه اسم لماء، وهل أقريه كعلم منقول به دي الله أقر علم منقولا هو علم أبو كاني كاني لأصلا مؤنسة دبو غير منصرف ولا بر علمية تأنيس الله نام مصروف صرف كرياغا لبروي ناوي آوى، يعني بجي أو عين لنزل بقرين ماء ما لنزل قلت وما إج مذاكرة هاتشن لسلف سادة أو ما على الريزي أو كلمة ندي يعني هم تأنيس وهم تذكير يعني تاعي اعتبارك ريه. وتقدم ذكر العين لا يجب تأنيثه، وأوك كلمة عين لبيشوهات وبواجب ناجر أو بيش خستني ذكر عين بواجب ناجر كبريسل سبيل مؤنس به، كما تقول هذه واسط واسط ناوي شاركة
يخو واسد علم دي لا كثير شواب وتأنيس عربي دي لقل أوجدا هذه علي بلام واسد علي بالصرفي بصرف يعني بمصرفية هني يعني تأنيس كي اعتبار ناكي مثلا مكاني لأن ذلك ويبعد أن يقال صرف للتناسب يمكن كسب جباوة غير منصرفة لبر علمية لبر تركيب مثلا يعني تركيبك هنا شنو تركيبي إسنادي تركيبي إسنادي أجر مركب به تركيبي إسنادي موجب بناية نموجب أو غير منصرفاتي بلام أو بيه بلام كاكا ما علمو مؤنسيشة بوتي وغير منصرفة بلام أبي غير منصرفة بلام لبرويك علمو مؤنسيشة دبوم غير منصرفة بلام بمنصرفيات ولا بر تناسبة مثلا جمسري آية كان وكشون قواريرا كبحثي ليا كان لبر تناسبة قوارير قطعا غير منصرفة بلام لبر جمسري آية كان بمنصرفي دي أمج لبر تناسبة علي أودوده لاتفاقهم على صرفه لبر علماء همو اتفاق يعني لسر منصرف بوني فزناتو أن آوى بكين غير منصرف بوشي أما أوشي تواب فزوشي قبولك عربي أو عيننا لتركيب أخوي أبي باتشي سوريشيا إنسان هل أود أن أشتري يعني؟ بلى. بعد. أفرمي عليه ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. مزاجها زنجبيلا أمر عينا. يعني أو زنجبيلة شاوانيك فيها لو شو مذاك بهشتا كتسمى سلسبيلة حال بكفيرا سلسبيل أما الثالث عشر قول مكي وغيره في قول تعالى قول مكي غيره لقد قلت لك فرمي آياتك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا قول كان شغلة إن زهرة حال من الهاء في به أو مما يعني قصة كان أو زهرة يكال آية كده حال لها به يكا قال ما متعنا به يا حال لما ما متعنا وإن التنوين حذف للساكن يعني تنوين زهرة يعني مزافنية زهرك تنوينك حذف كراوة لبرش حزقرا لبر ساكنين باشا وكو قولي ام شاعره او تنك اخوا لم شعري شهيا هلا بسرعيد ولا ذاكر الله يا وذاكرا ذاكر الله ذاكرا الله هي اجنيت ذاكرا الله نونك حذف كرا لبر التقاب ساكن جاء ام جرى بلا ايتك بقى معناه كينو عينيك يعني دو شاوكا لا تمدن دريشي مكرو شاوكا يعني تيما برا داي مشرا شاوكا دو شاوكا دا مشرا إلى ما لا شاوكا مبرا لو شتا كامشت أو شتيك متعنا كبهرمند من كردوا بهرمند من كردوا به بوشتا شي من بهرة من كلو أزواجا يعني أنواعا نوع قليل حالبي منهم لو خلق يعني تشن جور لو خلق تشن دسا لو خلق من بي بهرة من كلو بوشتجات وشاو آلو مبرة حالبي تشن أوا بهر عال زهري حياتي دنيا يعني جواني جياني دنيا يا أوا أوا دراو جاء نزل وكو أم شعرها قال فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا أو كسم وادس كود كرزايد بخج نبو حالبي يعني عتباي لنا دوا شعيوة باشا عتبا من هي القرآن
يستعتبوا ليه تاع ذات قشنودي شنها أريد قد السيد عن إتياء ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا هم لا وهم يستعتبون ولا هم يستعتبون يعني الرزاقات ينبذ أمجدوا بلا أو شنها ولا هم يستعتبون أو يكشتي حرثك ولا هم يستعتبون بالنسبة كافر كانوا تلعب أم الروم بالي بعضي أزعنان خاصة نمي شود بالي بالي آها کیستم کرده ان سود نمی بخشد و بازگشت به سوی حق از آن خواسته نمی شود یعنی آها کواته دعوای بدزهنانی رضایت یعنی نکری برای رضایت خدا بدز بینن به چی به گران نوایا او اینی حربی اما جاری بله فالفیتو غیر مستعتبین یعنی دعوای راضی کردنی نداکرد و وام دسكوت كا مثلا رضا من دي يمين دويست ولا ذاكر الله يا دوي مثلا مستعتبي خدا نبواتا ونبو كبدوي او بالرزاتي خواب دزبيني ذاكر الله جنبو ولا ذاكر الله يعني ذكري خدا بكا وامانه الا قليلا زور بكمي نبي كشعرك البحر متقاربه قشتي لزوزني فعولنا فالفي فعول تهو غي فعول رمستع فعول تبن فعل ولا ذا فعول كر الله فعول هإلا فعول قليلا فعول أها أم جاله وإن أجباش أقر وايا أقر الزهرة تنوينك إلي حذف بوا لبر التقاء الساكن يعني زهرة تنى يعني أوايا زهرة زهرة تنى الحياة باشا زهرتني الحياه اجر وايا اي بوشي مثلا حياتك مجلوله شنو اجر وايا اجر زهرتني بيو بي اضافه نكرا ولا حياتك اسي مثلا حياه باضافه زهره مجرور هو باشا خب اجر لصورتك الزهره داري تنوين بيو بس اضافه نكرا اي حياه ماشي مجرور هو وان جر الحياه على انه بدل مما باو بيان سرك بدل لبري ماك يعني ولا تمدن عينيك الى ما يعني الى الحياه الدنيا اواي حالي بلا الى ما متعنا به كاو ما متعنا حالي ويا زهريه يعني مثلا روالتي جواني ولوكو قشونا شيء ابو الدنيا اوا والصواب اما اواقسك اوان اما صوابك اوانيا والصواب ان زهره مفعول مفعول بتقديري جعلنا يعني جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا باشا أو آتيناهم يعني آتيناهم زهرة الحياة يعني آتيناهم مقدرة فعل فاعل مفعول تزهرة مفعول دوميتي آتيناهم زهرة الحياة الدنيا باشا شون ذلك والدليل ذلك ذكر التمتيع يعني دليل أو تقديرا ذكر تمتيعك يا كافر من متعنا متع يمتع تمتيعا واختي أبو بهر من ذكر ببواء أمش أكري مساءتيناهم رأي أمان بيداون أو بتقدير الذمو يا الذمو يقلوا مقدر مفعول أو الذمو يعني الذم زهرة الحياة الدنيا باشا يعني مثلا أو روالتي جواني دنيا كإنسان هلا خلطيني أو بره أو الزمأك أوش بقريم بره ما الزهرك إنه الأو تيمانني لهين الزهر ماذا الزهر فيه دروس الهاتف وحلا وش مانا وعديها وزنهار بسوية أنش أصناف أز إيشان را أز آن برخوردان كرديم وفقط زيوري زندگي أزيوري زندگي يعني خشري جيان يعني كواتا عليه أقا الذمي مقدر يعني الذم باشا واتا الزمي خشري جياني دنياك
إنسان الأخ ريدي وما أريته علي أو أبي جاء بجارال أو بتقدير الذمولي أن المقام يقتضيه شن مقامك أو أخوازيك الذمولي مقدر به لبل شي مقامك شنك مقامك باسي أواك كفريوي دنيا نخوة حالبي أو بتقدير أعني يا أعني مقدر أعني زهرة الحياة الدنيا بيانا لما بو أوي بياني ما كيكر من منظور بما متعناشية منظوري من زهرة الحياة الدنيا يعني زهرة حياة الدنيا من داوى بوانا أو أواني في بهرة من بوا توشاو لو مبرا حالبي أو للضمير يا بياني بها ما متعنا به أو تهيكش وما كاشتو يعني بياني أولى ميلمك أو بدل من أزواج ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم باشا كبدل من الأمري أو إلى أو زهرة أو جماعة من بهرمان كردوا باشا أم أزواجا أم زال برين أساء أزواجا كنمهني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا ديت جياني متعنا به زهرة الحياة الدنيا وتبوا باشا ببهرة ببهرة جاندوا من شي من جاندوا زهرة حياة الدنيا من جاندوا يتر مفعولة يا كما كي حذف هو أوكات حارب بلا جاء يا أوكاتا أجر بدل أزواجك بيب بشي إما بتقديري زوي زهرة يعني أوابو زوية كا بدل أو كاز أو أزواج منزور من كيا أو من بهر من كردوا أو كساني كخاوني خشلي جيان جواني جيان خاوان كان يعني أو أخته شن كزهرة خويناتو يعني بدأ بلبري أزواج شن أزواج بريتية لدست ودسجات إلى خلقك يخو زهرة ناكري أو بي كواتا أجر بكين بدل بلبري أزواجك أبي الزويب ومقدر كين كزويك بدل بلبري أزواجك أو على أنهم جعلوا نفس الزهرة مجازا للمبالغة يا بنيا لسن ويا هر خوان أو خلكا أو نا خشري جيانيا هيا خوان كرابية بخدي خشركا خشري جوانيا لروي مجاز وبو مبالغ وخالف الراء فالرايجي هو تمييز لما ودي الزهرة تمييزة يا تمييزة بو هيك لبا أخوة ما إذا فكر يا معرفة عليه وهذا على مذهب الكوفيين في تعريف التمييز وهو بيان مثلا مذهب الكوفيين كان تعريف التمييز كأوان بجائزي أزانا مثلا تمييز بمعرفة يبي وقيل نورا بدل مما بدل الأبريم ماكا يعني الزهرة ورد بأن لنفتنهم من صلة متعنا باش وأورد كرياس وكنا كريا بدل الأبريم ماكا به شنك أولي نفتينهما كالدواء يدي من صلة متعنا يعني تعلق بسي بمتعنا ولدواء دي أقل أو تعلق بمتعنا وبسي أمر لولا شوائدان أو زهريا بدل لبري ما ما متعنا أو كاتك أبرا إراد من لي أقري جي فعل متعنا برل ومتعلق كيبي توفى صلاة خيت بيني متعناو بيني لنفتينهم كمعمولا لنفتينهم تعلق بمتعناو هيو أم جار أو به أزواجا متعنا به سيلي معكية باشا لتولي باشي تكروا من صلة متعنا فيلزم الفصل بين أبعار الصلة يعني لبيني أجزاي سيلة كذا فاصلة خصتها بأجنبيين بأجنبي فاصل داناوة ألبتا إلى ما متعنا به ديخو متعنا به سيلي معكايا باشا أزواجا مفعولي متعنايا دي أمر أقر زهرش برين أقر زهرش بدل بيلبري ماكا بري أها واي باشاكا أما تعنى به أزواجا سيلي ماكا يا باشا لولا والزهرة مثلا برين بدل الأبري ماكا أو الزهرة بدل بالأبري ما باشا إيسي يمجين أما قبولني شنك أو اللي نفتينهم كالدوايا دي تعلق بسي بما تعنى لا أجزاي سيلي اللي نفتينهم
حالبي دي وقت وايل يدي تو زهرة الحياة الدنيا كردب فاصلة لبين أجزاء سيلكا شنكا أو متعنا به أزواجا منهم أو شيء سيلية ديلي نفتي لهم جزء كلو أجزاء دي أو كاتا تو زهرة خصة أبينه حالبي فزواج رزنيا وبأن الموصول لا يتبع قبل كمال صيلته وبوش ردوك رياس أو كاكم موصول تابعي بونا يرب لو يصير لك كامل دخوة تالي نفتينهم ليصير لك كامل عبي وبأنه لا يقال مررت بزيد أخاك وبوش ردك ريتوا مررت بزيد أخاك ناوتري على البدل بيانا سر بدل ناوتري أخاب منصوبي وشي لأن العامل في المبدل منه لا يتوجه إليه بنفسه شنك أويك عامل لمدر من وكاك بيبي زيدينك يا باشا يا مررت وكيا شن زيدك مفعول غير صريح أبو مررت فس أو عامل لمدر من و متوجه بدلك نابي تابعك متوجه تابعك نابي بنفسي خوي أبي بحرف جرب دي وناكري أخاك بدل بي لبري أوا بلي ولا كاك يعني أخا بدلا شن باعتباري محل آخر مثلا أتواني بلي بزيدين زيدك بلي لفظا مجلولي محل منصوبة أخاك ببدلي ألينا شن شرطي أوي عاملك ك أو عاملك عمري لمحلك يا كرد وفعلك يا دي وفعل ناتواني نيتواني وبنفسه تجاوز كباسي حرف جر كردويتي دي أخاش حرف جر إلى سرنية فزنها بدل أما أو لأن أما وقيل من الهاء قيل قلنا خير بدل بريه يكا وفيه ما ذكر يعني أوي كاليرا أو إلى دي قرتمان ليش هذه تدي شن به يكا عامل يكا بو به يكا هيا برين بنفسي خوي تجاوزنا كات سري البتا أوي يكم يان كم مررت بزيد أخاك بو لولا أقر برين زهرة بكين ببدل بري ماكا أها واي ماكاش مجرولة إلى ما بوي واي وتو حاربي باش إلى ما مجرولة تو شون مثلا أو منصوبة أكي ببدل لبري أو مجرورة حالبي لحالك أقر منظور بيا محلك بيا أو عامليك لا تمدن يا مثلا تجاوزي كردوة وبتا مفعولي خوي كردوة كعينيك دي وقت تجاوزي كردوة بولا إماكا بإلا تجاوزي كردوة دي شون تجاوزي كردوة مثلا أقر زهرة بين نجي ماكا خو منصوبة إتي إلاي قرق ناوي دي لو كاتدا أولا لازم دي كم مبدل منه عامل كي نيتواني وببي حرف جر تجاوزي بوبكا ولي ببدلك تواني بيتي وجنابي وزيادة الإبدال من الأني أو إتيا ما ذكرتها وزيادة إبدال إتيا لعائد رب بدل لعائد ناي بل أو مثلا ما متعنا به هيك بلين عائد بولاي ماكا إتو بدل بيني بدل بو عائد ناي أو حالبي وبعضهم يمنعه بعض ين منعي أكن أرين بدل يتكدروز نية بناء على أن المبدل منه في نية الطرح بيانا سنوي كم مبدل منه إلا نية طرح ده هذا بلا شيء وتاني يعني دروز نية مثلا تو زهر بكي ببدل له به شن أو مبدل منه مبدل منه لنية سقوطة لايبي دي أقل وقت لايبي سيلك أمر موصول لك ببيع عائدة بينيته حاربي صلة عائدة تيانا بيوكات لا تقدير ده وقد مر أن الزمخشري منع في أن يعبد الله أن يكون بدلا من الهاء في أمرتني به سواء أمرتني به ما نهيا دعا وفرمي أن يعبد الله يعني ما سمن هيتش منكر وإلا أولا بيكتو أمر بمنكر جاء ويكتو أمر بمنكر شيبو أو بو كدت فرمو عبادتي خدابك أن يعبد الله مثلا جماعته وتيانا بدل لبري هيك زمخشري قبولي ناكر ده حالبي ولي امرد ما داوله والبتا ورددناه عليه وجما اكري بدل به والجاء سا زمخشري زاني بوشي او كاري ناكر ناكر ببدل شنو تي مبدل منه لحكم سقوط دايا او اختا اقر مثلا أن يعبد الله بيت جي بي هيك جي هيك وقريت ويدروكات دي امره صيلة بعائدة بينتها حالما ما أمرتني به أم
ولو لزم باشا إعطاء منوي يطرح حكم المطروح لزم إعطاء منوي التأخير حكم المؤخر باشا أمر يعني بلين ابن هشام أو يقبلني عليه آخر زمخ شري لو منعاك كردويتي يعني بغي حكمي مطروح أدين بمن يطرح أيسا مثلا أجر بفرز إن بيجن أمرتني به أو ما أن يعبد الله بدل له به يك إذا أخو قال عن به يك مطروح نية الآن ترحنك ليها ولم منوي يطرح لنيتي ترحايا شن لنيتي ترحايا باشا أجر مطروح به بدل لنا أجر مطروح به سيلة بعايدة مني ولا لنيتي ترحايا سيلة بعايد نماوة برام زمخشري عليك هكا أبي كمن يطرحا لحكمي شيايا باشا أبي كمن يطرحا لحكمي مطروحايا حالبي هل وقع عايدي نبي وعايا ابن هشام يقبلني عليه أوي ومن يطرح درس من يطرح وليه هيا ترحنا بو يشتع باشا فزنابي تو حكمي من يطرح بديبا مطروح أوا نابي ننا حكمي مطروح بدي بمن يطرح أجر وابه دبي حكمي من يطرح حكمي مؤخر بدي بمن يتأخيرش أو حالبي ولو لزم إعطاء من يطرحي حكم المطروحي لزم إعطاء من يتأخيري حكم المطروحي أبي بشتي من يتأخير حكمي مؤخري ببي فكان لأمجى والدي يمتنع ضرب زيد غلامه إذا أمر ضرب زيد غلامه كدرستيشة ممتنعة بأوكاته زي ما شيء ممتنعة به شو نايسة كانين يا أم زيدنا الآن مؤخرنية حال قبلة أجر مؤخر بوايا بما نتا ضرب غلامه زيدا دروز نبو شو الماري قبل ذكر رؤيا ده إذا جا كاكا قيشكا إسام مثلا ليروا خو أم مؤخرنية خو من يتأخيره شو أها غلام لأصلا شيء غلام فاعل ابو ضرب دي زيدك كبيش قلت له نيتي تاخير عيا حالبي اما من يتاخير دي بين حكم مؤخر يعني على اجل حكم مؤخر بي باب يعني مثلا مؤخر نيه ولم من يتاخير كشي قال اودا من بلم ولا دروز نيه بيجين اشو كانت دروز نيه بيت شن اجل قرار بي مثلا زيد لدواي غلامك وبو دروز نبو دنا بيسج دروز بيت لحالك دروسته كواتا مثلا حكمي مؤخر ندرا بمن يتأخير دي اگر حكمي مؤخر بمن يتأخير ندرا به دي امر حكمي مطروحش نادري با او كلنيتي ترحايا بمن يطرح حربنا ويرد ذلك او منع يعني او امتناع ضرب زيد زيد غلامه والرد كاتوا قول الله تعالى كافرمي وإذ ابتلى إبراهيم ربه أها دي خو قرآن ودرست وقتي أو درست كإبراهيم ثم مفعولة بل من يتأخير باشا وكو بو من يعني حسابي مؤخر بو من يتأخير نكرهه دي خو أجر مثلا إذا كان مؤخر بوايه مثلا ما تقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم دروزنا نبوه حال مبلغ والإجماع على جوازه لحركة إجماعها لتجائز بونك أما أو يعني أوا وتلاو إجماع ويرد ذلك قوله تعالى وأشتواني أوا عطف كيتوب وصل قوله يعني ويرد ذلك الإجماع على جوازه يعني إجماع لتجائز بونك حال مبلغ فازبويا كان الردي زمخشري من كرده ولا بلو أو باشا حكم مطروح داب بمن يطرح يمجن منمان هنا وثمان أجر قرار به أو جائز به حكم مطروح بدري بمن يطرح ده به حكم مؤخرش بدري بمن يتأخير ده خواناك ليه بس كواتا أو أجد روزني متواجبي لو من يطرح وشتا أما أول دو أبوه بيت تاسر جهة خامسة به بغي أم تنبيهي تيايا بلان في أبو ياسين باشا أجل خير موفق إن شاء الله.